يا أخي بدل تخونونا في الإنترنت، بدل تسحبوا مننا جنسيات سودانية، بدل تعرونا حتى كان لابسين تقول لنا طلاليس، بدل تقولوا لنا لنا نحن إسلاميين في الأمس أنتم مع الإسلاميين كانوا حلوين، بدل تعملوا لنا نحن أصدقاء العساكر مع إنه أنتم والعساكر نحن لقيناكم مع بعض في غرفة واحدة، بدل تقولوا لنا نحن الناس جايين، بدل تقولوا لنا نحن الناس جايين لتقويض الدستور في وقت انه انتم الدستور قوتوا بين قاع الصداقه والقصر الجمهوري 3 مرات، بدل انتم تقولوا لنا اي حاجه بطال يا جماعه، ده بلدنا نحن والله كما قعدنا مع بعض البلد ده ما بنقدر نسوق قدام، ما بنقدر نسوق قدام، الشباب اللي بحرضوهم ضد بعضهم البعض الكلام ده ما تعملوه. نحن يا جماعة كان دارين تحتفلوا، كان وقفة في ساحة الخضراء اللي هو في ساحة التعريف، جميعنا يجب أن نحتفل يوم واحد ناس حرية وتغيير، تعالوا نجيب ونحتفل قدام الشعب ده بيوم واحد بكلمة واحدة بدون ما نفرق الشعب ده. إذا الناس قرروا يحتفلوا هنا قدام القصر برضو تعالوا الشعب السوداني كلهم خليه يجي، شيوعيينكم إسلاميينكم يساريينكم يمينيينكم الوسطيين بتاعتكم كلهم يا اخوانا نجي نجيب هنا، لأن ده السودان ما في حد فينا بقدر بحكم براه. يا حمدوك صديقي يا سيد الرئيس رئيس الوزراء يا جنرال برهان، نحن قلنا لكم في فترة بتاع سنتين قبل تم اختطاف الدولة، دولة عندما كانت مختطفة من قبل الحزب واحد بقت مختطفة من قبل الأحزاب الأربعة. نحن شعب السودان الموجود هنا ديل كلهم قاعدين يشاركوا في الفترة الانتقالية ما تبقى من السنتين ديل. نحن دايرين مرحب بكم جميعاً.